الورد بجميع ألوانه، والصبار بكافة أشكاله، والأشجار والنخيل بمختلف أنواعها. تنوع كبير يشهده معرض زهور الربيع لهذا العام، والذي افتتحه وزير الزراعة بحديقة الأرمان. معرض له تقاليد وله زائرين وله يعني محبين، فاحنا وجودنا النهاردة بندعم أصحاب هذه الصناعة، وبندعم فيه تواجد الشباب، بندعم كل الجهات اللي عارضة داخل المعرض. فاتحين هذا المعرض بأسعار يعني صغيرة بسيطة رمزية، والناس متواجدين، وتواجد دعوة للناس انها تتواجد وتشوف وتطلع على احدث ما وصل اليه في مجال النباتات الزينة والزهور. اكثر من 200 عارض يشاركون في معرض زهور الربيع، والذي يستمر على مدار شهر، وتتوافر فيه الشتلات ونباتات الزينة باسعار متفاوتة تناسب الجميع. احنا بنعرض نباتات الزينة عموما، اشجار وشجيرات وشربس جراوند كفر. فرصة للتلاقي المتخصصين والمهتمين بهذا المجال الهام جدا اللي هو نباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق. بدأ العارضين يهتموا بأنواع الفاكهة الاستوائية لما لها من مظهر جمالي، وأيضا لما لها من أزهار إن هي ممكن تبقى عنصر أساسي في الحديقة. هذا وقد حرصت إدارة حديقة الأرمان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الجمهور والعارضين من تداعيات فيروس كورونا. بعد غياب دام لمدة عام، يعود من جديد معرض زهور الربيع ليقدم من خلاله العارضون أجمل أنواع نباتات الزينة من فل، ياسمين، ورد بلدي. كل عام وأنتم بخير. لمياء موافي، التلفزيون المصري.